نكونوا يعني جبارك في طليعة اللي باش تحمي الاقتصاد الوطني وتحمي المواطن. راكم تشوفوا الآفات الأخيرة هذه، وهذا اللي واحد ما يحشمش ويسميها حرب على بلادنا بما فيما يخص هذا السم اللي راه يدخل لكل يوم قوات الأمن على رأسها الجيش الوطني الشعبي ولا الشرطة ولا الدرك ولا أجهزة الأمن كافة وحتى الجمارك يحاربوا فيها بدون هوادة. إذا لازم يكونوا عندنا أفراد أكفاء، أفراد مخلصين، وهذا ما يجي إلا من تكوين أساسي ومن زرع حب الوطن وحب العمل وحب المهنة.